حياكم الله. تنظم جامعة الكويت اليوم بمشيئة الله عرضا لمشاريع تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال ستارت اب كويت في غرفة تجارة وصناعة الكويت بمشاركة 8 جامعات ومؤسسات تعليمية. مسابقة ستارت اب كويت هي الأولى من نوعها على نطاق الكويت كحاضنة الأفكار العلمية والعملية بمختلف التخصصات لتشجيع مفهوم ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد وتشجيع شباب الكويت. عن هذه المسابقة يسعدنا أن يكون حديثنا اليوم مع ضيفتنا الدكتور منى حسين، مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتخطيط التطوير المؤسسي، ولكن بعد هذا التقرير. دكتور منى، حياك الله معنا في صباح الخير كويت. الله يحييك، مشكوره. حبيت التاج اللي لابسته، مشكوره. كويت وايد حلو. مسابقه هي الاولى من نوعها مثل ما قلنا، وبدايه جدا جميله كحاضنه للافكار العلميه والعمليه في كل التخصصات، خاصه للطلبه اللي يعني منجبلين على هذه المشاريع الجميله. كلميني شو اللي يميز هذه المسابقه. في البدايه اشكركم وايد على الاستضافه. حياك الله، ومشكورين. مشروع ستارت اب كويت، خلينا نقول المسابقه هي النهايه، لكن هو كمشروع يتم فيه التدريب وصقل مهارات رياده الاعمال في طلبه الجامعات في الكويت. حلو. فجميع طلبه الجامعات. حلو. وايضا في نفس الوقت يتم فيه ايضا توجيه وارشاد اعضاء هيئه التدريس. لان مثل ما احنا عارفين رياده الاعمال منها شيء يعني نظري احنا نقدر بس ندرسه في المناهج العلمية في الفصل، فلا بد يكون في لها تطبيق عملي. وستارت اب كويت الهدف الأساسي لها انها تطبيق لهذه الأفكار النظرية بشكل عملي في الكويت. لو تكلمنا عن الأهداف دكتورة، خلينا نقول ما هي اهم الأهداف اللي سعيتم الى تحقيقها من خلال هذه المسابقة؟ هو شوف، اهم الأهداف على المنظور الكلي للكويت انه هو تنويع مصادر الدخل. لو تشوف دول العالم كلها المشاريع الصغيره والمتوسطه تمثل تقريبا 3% من الناتج المحلي الاجمالي، بالاصح تمثل 40%، لكن في الكويت تمثل فقط 3%، فمعناته ان احنا مقصرين في هذا الجانب. وبناء على نظره ورؤيه ابونا صاحب الأمير صاحب صباح الأحمد الجابر الصباح، وتطبيق لي نظرته لتشجيع الشباب، كان لابد أن إحنا نحتضن مشروع جديد في الكويت يضمن نظرته ويكون في تطبيق لهذه الرؤية. جميل. إذا بنروح معك دكتور منى ونتكلم عن هذه المسابقة وتعنى في ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد، إلى أي مدى ممكن تكون هي أساس قوي للمراحل التالية؟ راح تكون أساس قوي مثل ما تفضلت قبل شوية. عشان بس استوقفك، إن أنت قلتي صاحب وبعدين صاحب السمو أمير البلاد. صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر. صحيح. تفضل دكتورة. اي تفضل. اذا تكون هي الاساس القوي للمراحل اللاحقه ان شاء الله. ان شاء الله عن طريق التدريب اللي راح يحصلون عليه. نعم. في من خلال البرنامج هذا، يعني مثل ما تفضلت ان احنا ما نقدر نحصل عليه من خلال الفصل الدراسي العادي. نعم. وبالتالي لابد ان احنا نقوي ونبني خلينا نقول النظام البيئي لرياده الاعمال في الكويت. نعم. وهذا اللي قاعدين نحاول نسويه عن طريق وضع حجر الاساس واللي هو ستارت اب كويت داخل الكويت وعن طريق الجامعات اولا. دكتوره، شنو الجامعات او الجهات المشاركه في المسابقه ومجالات هذه المشاركه؟ اوكي، عندنا 8 جامعات حاليا. خليني ابدا التاريخ تبع ستارت اب كويت. احنا ابتدينا في اخر سنه 2015. حلو. والان امس ابتدينا الدوره الثالثه لستارت اب كويت، فخلصنا شوطين من الدوره والان هذا هو الشوط الثالث. حلو. عندنا 8 جامعات، جامعة الكويت منها. حلو. والمعهد التطبيقي. والجامعة العربية المفتوحة. وعندك الجامعة الأمريكية والأسترالية. حلو. وبوكس هيل وغاست اللي هو جامعة الخليج. نعم. للتكنولوجيا. وأيضا عندنا KCST اللي هو جامعة الكويت للعلوم والتكنولوجيا. كلهم داخل الكويت. كلهم داخل الكويت. المجالات اللي نغطيها مجالات كثيرة، ودائما أنا أقول إحنا ما نغطي مجال واحد على حساب الآخر، لكن
نغطي الكل، ولكن في الفترة اللي لاحظناها من التجربة في هذا المشروع أنه كان التركيز على مجالات الابليكيشن أو التطبيقات في التليفون، وأيضا المأكولات والمشروبات، في عندك المجال الصحي والمجال البيئي أيضا ومجال التكنولوجيا. حلو، لو نتكلم عن الصندوق الكويتي الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شلون هذا التعاون معاكم في الوقت الحالي والمستقبلي دكتور؟ احنا مثل ما قلت لك بدينا صار لنا هاي الدورة الثالثة، الأسبوع اللي فات تم توقيع معاهدة بين جامعة الكويت والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضمن فيها في ضمن هذه المعاهدة هو تعزيز دور ستارت اب كويت. حلو، ان شاء الله. لو بغينا نختم هذا اللقاء في سؤال نقول فيه، كيف ترين مستقبل ريادة الأعمال بقيادة وبسواعد أبناء الكويت مستقبلا؟ المستقبل راح يكون باهر جدا، خاصة إذا إحنا بدينا من الأساس واللي هو من المدارس وأيضا من الجامعة. فبالتالي إحنا إذا عندنا البذرة السليمة وحطيناها عن طريق ستارت اب كويت راح يكون لها تأثير كبير، وإن شاء الله راح نشوف التأثير مالها، وياخذ وقت، يعني راح ياخذ يمكن 5 سنوات، ولكن من خلال هذه 5 سنوات راح نشوف البذور راح تطلع وراح نشوفها في السوق إن شاء الله. جميل، هذه وكأنها نوع من أنواع القواعد الصلبة اللي أنتوا تبنون من خلالها رؤيتكم، وهذا شيء نهنيكم عليه بالأمانة. قواكم الله، وإن شاء الله نحقق لمقولة صاحب السمو ربي يحفظه ويرعاه أن الكويت راح تكون إن شاء الله عاصمة للاقتصاد والتجارة، مركز مالي ومركز مالي متميز إن شاء الله بإذن السميع. شكرا لوجودك معنا دكتور منى. سلمت وحفظت. نشكر ضيفتنا الدكتورة منى حسين مساعد نائب مدير جامعة الكويت لتخطيط التطوير المؤسسي. وين بنروح يا عبد المحسن؟ بنروح الى زميلنا نجيب القحطاني المتواجد اليوم في مدرسه عبد الله بن الزبير. صبحك الله بالخير نجيب.